صباح الخير يا شباب. اليوم أتكلم عن حياتي منذ كورونا. ولكن أولى، جميلة يا جاكلين. الآن أنا جوال. نذهب إلى الكيتشن. أشرب القهوة كل يوم. أول قهوة، ثاني ماء حار. في الفطور اليوم عندي قهوة وفاكهة وخبر. طيب، عادة أقرأ بالفطور. اليوم أقرأ الكتاب أننا نتأكد. الكسر جميلة ومحسنة كثيرا. رأي عينها 10 من 10. أوبس، أتذكر صحوتي مطهرة. في الخكيكة 12:05 بعد الظهر. ثم ممكن حصول على رسائل. استقبلت رسالة من صديقي جيت. أشعر بسعادة عندما اقراتها. احب كتاب رسالة احسن من تكستين، ولكن اريد ان اشاهد اصدقائي، لذلك نتكلم على زوم. مرحبا يا زملائي، وبعد يمكن ان معين واجب. ما من تسكنك يا جاكلين؟ هذا ممتاز سؤال. أسكن مع أخي فان. أمه 21 سنة. نحن قريبون، نفس نلتحق بالنادي ونفس الطوبة معا والأشترانج. يا فان، تلعب الأشترانج؟ نعم. فان يدرس العلوم شجرة، هو في 4 سنة، سيتخرج من الجامعة فصل الرابع. يستطيع يسافر. منذ سنة سافرنا على ولاية أوكلاهوما مع أصدقائي. هذه السنة نعود ولاية تكساس، لذلك نسكن مع أسرتنا. ولكن الآن نعود المباراة. نجح في مباراة. عندي هواية كثيرا. هذه بعض هواياتي. أولى هوايتي المذكرة الموسيقية. سبا سبا هي سبا، أيام الأسبوع سبا. سبا سبا هي سبا، أيام الأسبوع سبا. ثانية هوايتي القراءة. أحب أقرأ كثيرا. غابرييل غارسيا ماركيز، الكتاب مفضلي El amor en los tiempos de cólera. ولكن جين أوستن، Orgullo y prejuicio، جي ديدن ايلان، ثلاثة نوم. قبل في كورونا عمل في شركة ستاربكس. واو، هيب هوب. ولكن بسبب كورونا لا عمل، بسبب عندي استراحة. عملت 5 أيام في السبع منذ اسم. لا أعمل في كل نيسان ونفس أعدار. الآن الأيام طويل وممل. لا نتكلم كل أخبار محسنة. ونام. أفهم إذا نذهب على المركز مشكلة كبيرة. ما زال أريد أنزل في البيت. وثم أتذكر منذ كورونا سوشيال حياتي ماتت، الله يرحمها. ولكن يوم جديد. شكرا يشاهد، ومع السلامة. إلى اللقاء.